ايريليا اوريدي مع النرفات اللي فاتت شباب انتم شايفين ايش سووا فيها يعني حبتين ما عدت تشوفوها زي اول كثير يعني صارت بيرما بيك ولا بيرما بان توب بس ما زالت شبه اوبي ما صاروا بيلعبوها في كارير كثير للمعلوميه فاحتمال كبير حتشوف الناس يقللوا ما عاد يلعبوها زي اول ات اول النرف على الباسف حقها اللي سووه هذا اظن حيزود حيزود المشكله حقت اظن ما عاد حتتلاعب كثير صراحه لانه الباسف التغيير اللي سووه في الباسف هذا حيضرب السنجل تارجت كابيلتي حقتها لما تكون في اللين يمكن في التيم فايت ما حيفرق كثير اكشلي ليفن لي مات 10% مور اوف اس مور اوف ذيم الباسيف غيروها شويه يا شباب اوكي اول كانت باي ديفولت كذا تاخذ تناسيتي وزيد التناسيتي اول باول مع باي ليفل دحين لا دحين عملوها جراند تناسيتي بيس اون ذا نمبر اوف نير باي انمي تشامبيونز كومبير تو ذا نمبر اوف نير باي انمي تشامبيونز ايش يعني التناسيتي حقتها تزيد على حسب عدد الشامبيونز حقونك او الالايز اللي هم في فريقك مقابل عدد الشامبيونز اللي موجودين في التيم الثاني فيعني لو انتو عددكم متساوي انتو خمسة وهم خمسة حيكون التناسيتي اللي عندك 10% انتو خمسة وهم اربعة حيكون التناسيتي صفر هم خمسة وانتو اربعة حتاخذ البف حقها يعني 25 30 35 40 على حسب الليفل فهذا طبعا انكلودينج ايريليا ايريليا تنحسب از ان الاي يعني ايريليا تنحسب واحد شي از سترونج في 1 يس اند شي از اكشلي شي از ليس سترونجر 1 في 1 because she will only she will always have the only 10% يعني ده اول كان توصل لل 40% نهايه الجيم ولا ليفل 9 اوريدي توصل ل 30 35% سوري ليفل 11 توصل 35% 30% دحين ماكسيمم حقها لو كانت 1 في 1 ما حتوصل الا 10% she will still go of course late game ما حيتغير يا شباب هذا ما غير الكابابيلتي حقت انها تشيل اي دي سي اتغير الكابابيلتي فانه هي لازم ما تدخل من دون ما تحسب حسابها لازم يشوف في احد ناقص ولا ما في احد ناقص لو هم زايدين اكثر التناسيتي ما في نهائيا فيمكن احتمال كبير يروحوا يشتروا الشوز حق التناسيتي اللي ما كانوا يشتروها اول لو كانوا بيلعبوا قدام كومبوزيشن سبليت بوش هذا بس حيخليها تسوي خيارات مختلفه يا شباب بس ما غير الكواليتي اوف لايف حقها الار بس تول تيب فيكس ليونا بس سووا ديسبلاي للدامج تكست ما غيروا شيء لولو سووا لها بوف مره ثانيه يعني ولماذا يا هذا اي هاف نو ايديا اظن يبغى يرجع لولو في الوردز غصبا عنها لانه ما لولو ما هي موجوده اصلا في الميتا هذا لا ما تنفع توب نهائيا في الميتا الجديد عشان التوب مين صار يلعب توب يا شباب جان بلانك وايكو برضو مره ثانيه للاسف وايش كمان ادونا داريوس الطقه هذه كلها ما يمكن والله اكشلي لولو مع داريوس كويسه بس ما يلعبوا فوق في ال سي اس ما يلعبوا داريوس يلعبوا ايكو يلعبوا جانك بلانك ويلعبوا الثالث اللي ماني فاكر اسمه ولولو ما تنفع قدامه مد نفس المشكله لولو ما تنفع مع الميت الجديد هذا فاظن حتلعب شويه سبورت يمكن نشوفها كثير لو لعبوا ايش لو لعبوا بروتكت دي كومب ذا بروتكت اي دي كاري كومبوزيشن اللي هو نبغى كاغما وبيلد باي طريقه يا عيال اي حاجه في اي حاجه فنقصوا الكول داون حق الدبليو وزودوا البونس التاك سبيد كانت 35% صارت 45% يعني الليت جيم اي دو نوت نو ايوه جنار ثانك يو برولو جنار الله يعطيك العافيه ايوه هو التوب ميت قلنا جنار وجانك بلانك وايكو دحين فعشان كذا لولو ما تنفع توب معهم يعني كلهم يبهدلوها يعني ما تختار لولو في توب لين ولا في بوت ولا في ميد لين الا انت متاكد انه انت اللين هذا حتخسره ويصير حتلعب على الليت جيم مش على الايرلي جيم واليومين هذه اظن زودوها عشان يبغوا الناس يلعبوها بدل كارما ميد او يلعبوها بدل كارما بوت هلا والله حمزه حبيبي في كل الحالات موردكايزر فيكسز على الار حقته ما سوى ولا شيء تعديله ناتالوس زودوا سووا له بف على الـ على الـ على الار حقته صارت اي احد يصير له نوك اب في الطريق يجي له ستان ثانيه ونص ثانيتين اول كان بس يجي له نوك اب دحين يجي له نوك اب وبعدها ستان كمان فور دوريشن فصارت حبتين او بي صراحه اللي يعرفوا يلعبوا ناتالوس كويس يعني طيب ايش مشكله ناتالوس الفتره هذه يعني فاكرين الباتش قبل 4 5 باتشات شفنا ناتالوس يلعب توب كثير
بس لما سووا له نيرف على الاي بي ريشيوز ما عاد صرت اشوفهم. فما اظن التعديل هذا حتخلوك تشوفه توب او جنجل، لانه برضه التوب ماتش ابس والجنجل ماتش ابس ما هي فيفربل بالنسبه له. بس ممكن تشوفوا شويه سبورت زياده، ايفن دو حتى ما حتى الميتا حق السبورتس الجديد هتلاقيهم كلهم الاي بي سبورتس برضه ما ينفع معاهم بكل الحالات. I think we should try this a lot. اليومين هذه ناتالوس حيكون مبدع صراحة. بروم سووا له نيرف الباتش اللي فات واللي قبله فغيروا طريقة لعبه. وسونا الناس حقون ايو اي كلهم بيشتكوا زي ما انتم شايفين، فسووا لها نيرف على الموفمنت سبيد وسووا لها نيرف على الالتي الكول داون ريدكشن على الالتي حقها. ما حيفرق الدامج حقها يا شباب كثير، بس اقلها الموفمنت سبيد بف قال كثير. يعني صارت يعني دحين لا تقدر تلحق وراها ولا تقدر تجري وراها ولا تقدر تجري وراك تمسكك وتقدر تسوي لك دامج. وبعد ما تسوي الالتي حقتها السي ديز حقتها شيء خرافي. بغض النظر فيكتور فاكرين غيروا الالتي حقته كيف تشتغل الفتره اللي فاتت، خلوها الماكسيمم سبيد حقها دائما شغال لو انت مسوي تارجت على نفسك. دحين رجعوا فيها خلوا عليها شويه ميكانيك. ماكسيمم موفمنت سبيد حق الالتي 400 بدل 450 سنقصوها شويه. مينيمم موفمنت سبيد كانت اول تمشي 170 دحين 200، يعني زودوا سرعتها شويه. مينيمم اول كان على حسب مين تتارجت تزيد سرعتها ولا تنقص سرعتها. فاذا كنت تارجت نفسك تزيد سرعتها تصير ماكسيمم سبيد، اذا كنت تارجت احد تجري وراه تجري وراه بسرعه محدده مينيمم سبيد وبعدين الوقت يزيد بعدين يصير ديكي. دحين لا خلوها والله الماكسيمم سبيد 400 المينيمم سبيد 200 يصير لها ديكي. فتبدا ب 300 كل ما اول ما توصل رينج 300 تبدا اسمه السرعه حقتها تنقص من الماكسيمم للمينيمم. المينيمم سبيد كاب تها 900، لما توصل الرينج حقها 900 خلاص ننزل لسرعتها 200. طبعا التغيير هذا ما له اي معنى يا شباب عليه، ما حيفرق في اي حاجه، هو هذا بس كنترولينج. يخلوهم يعرفوا كيف الالتي حقتهم ايش السرعه حقت الالتي حقتهم كيف تتحرك على اساس يحسبوا حسابها. Champion select blah 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 blah. There's nothing. So all what they did basically is دحين صاروا يحطوا لك لو تشوفها في هذا شايف هنا يعطيك slower queue faster queue 50% faster queue 20% slower queue. زادوا الحاجات هذه الصغيرة اللي فوق يا شباب على أساس توريك قديش ليش قد ايه الكيو حيكون سريع ولا بطيء كده اوفرول برسنتج. غير كده ذير ستيل نون بوج في عندهم مشكله بوج فيكسز وب كده يا شباب خلص الباتش نوتس. يعني باتش نوتس فيري سمبل كان ستريت فورورد واضح اربع يعني حتى ما له معي. انا ما ادري ليه ما استنوا نزلوه مع 6.17 وخلصونا بدل ما يحسبوا لنا اياه باتش نوت. يعني في كل الحالات